أهلا من شفه الغرام المعنى رسالة من رجال الوصال لمديح السماء حيث امتد على مدى أسبوع افتتاح معرض الخط العربي وورشات تكوينية وكذلك مسابقة منشد الوصال وأمسية شعرية وختاما بحفل فني كبير شارك فيه عدة فرق فنية وتتويج للمتسابقين في مسابقة منشد الوصال وتكريم بعض الفعاليات الثقافية والجمعوية بالمنطقة وعلى الصعيد الوطني. الهدف من هذا المهرجان هو تتمين والحفاظ على هذا الفن هذا من الاندثار ويعني تشجيع الشباب على يعني تعاملهم و يعني ان ياخذوا المشعل من يد الشيوخ ومن يد الفنانين الكبار في المجال الفني الفن المديح السماء. الحمد لله شهدنا في هذه الأمسية مساهمات اللي هي يا مباركة للبراعم والزهرات والأطفال في الإنشاد والمديح والأصوات الجميلة، وهذا كله عنده تأثير عميق على التربية والتنشئة الصالحة، فأولادنا وبناتنا هم أكبادنا يمشون على الأرض، وهذه العمليات والتنشيط الثقافي من شأنه أنه يعطينا واحد الأولاد وبنات الحمد لله عندهم نضج فكري وعندهم انشراح نفسي وعندهم إقبال على الحياة وعندهم تربية خلقية جميلة يكونون بمنأى عن كل الأمراض والاضطرابات النفسية. فأنا أحيي هؤلاء المؤطرين والمؤطرات لكي يشجعوا وليداتنا وبنياتنا على الإنشاد وعلى الذكر وعلى المديح والصوت الجميل، لأن الله جميل يحب الجمال. بارك الله فيكم أجمعين. مجموعة فرحانين بزاف بالتتويج ديالنا، حنا الأولين الحمد لله في هذا المهرجان الوصال الدورة الخامسة، فرحانين بزاف الحمد لله وإن شاء الله نعاودوها في الدورات الأخرى إن شاء الله يا رب. حنا كنفرحوا بزاف فاش كيكونوا بحال هاد المهرجانات، كنفرحوا بزاف الحمد لله، وكنتمناو بحال هاد المهرجانات يبقاو على طيلة السنة إن شاء الله، ماشي غير رمضان، طيلة السنة إن شاء الله، ونبقاو نشاركوا بحال هاد المهرجانات كيعجبونا بزاف، نشاركوا وناخذوا إكسبيريونس منهم، كنفرحوا بزاف وإن شاء الله نربحوا في الدورات الجاية.